إيرادات قياسية حققتها شركة تصنيع أشباه الموصلات الصينية SMIC في عام 2021 بلغت 5.44 مليار دولار بزيادة 39% على أساس سنوي. هذا وارتفعت أرباح الشركات لنفس الفترة بنسبة 138% إلى 1.7 مليار دولار، حيث جاء هذا الأداء القياسي على الرغم من وضعها على القائمة السوداء للتجارة الأمريكية في 2020. تخطط الشركة الصينية لإنفاق 5 مليارات دولار من رأس المال لإنشاء 3 مصانع جديدة في كل من بكين، شانغهاي وجنوب الصين. خفضت شركة سورس فوند مانجمنت حيازتها من أسهم كبرى شركات التكنولوجيا قبل اضطراب السوق في شهر يناير من خلال تخفيض حصتها في أكبر صندوق يتتبع مؤشر ناسداك 100 الذي يضم شركات مثل أمازون وألفابت. فيما كشفت شركة الاستثمار المملوكة للملياردير الأمريكي جورج سوروس عن حصة بقيمة 2 ملياري دولار من الأسهم في ريفيان أوتوموتيف ونحو 13 مليون دولار في بيلوتون إنتراكتيف. تستهدف شركة ريلاينس إندستريز التي يديرها موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، تستهدف أن تكون من بين أكبر الشركات المنتجة للهيدروجين الأزرق بتكلفة تنافسية وفي خطتها الطموحة للانتقال نحو الطاقة الخضراء. ستعيد الشركة توجيه استخدام مصنع تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار والذي يحول حالياً فحم الكوك النفطي إلى غاز اصطناعي لإنتاج الهيدروجين الأزرق مقابل $1.20 إلى $1.50 للكيلوغرام وفقاً لعرض تقديمي. تدرس كونوكو فيليبس إحدى كبرى شركات استكشاف الطاقة في أمريكا الشمالية بيع عملياتها في حوض بيرميان والتي تزيد قيمتها على 1 مليار دولار وفقاً لمصادر بلومبرغ. تتعاون الشركة التي رفضت التعليق على الخبر مع مستشار بهدف الإعداد لمزاد للأصول، كما دعت المشترين المحتملين للاطلاع على بياناتها وفحص المعلومات. قدمت شركة سيسكو المصنعة لمعدات الشبكات عرضاً للاستحواذ بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار لشركة سبلانك لصناعة البرمجيات التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 18 مليار دولار وفقاً لوول ستريت جورنال. أوقفت منصة ماركت بليس معظم مبيعات الـ NFTs أو الرموز الغير القابلة للاستبدال مؤقتاً بسبب عمليات احتيال وتزوير وبيع بعض المتعاملين لمحتوى رموز لا تعود إليهم. نذكر أن مبيعات الـ NFTs ارتفعت لنحو 25 مليار دولار حتى الآن لهذا العام. كانت هذه مجموعة من أبرز أخبار شركات لهذا اليوم.